قال مولاي السلطان عاقبها للسلطانة هيام وقال ما رح ترجع لهون. معقول السلطان ينفيها وما عاد نشوفها؟ يعني الحرم لك عفيفة خانم هي اللي حتصير المسؤولة عنه. يا بنات، أنا كم مرة نبهت عليكم إنه ما تقعدوا بدون شغل؟ عفيفة خانم، سلطانة هيام وين هلأ؟ ما رح ترجع؟ أنت شو دخلك بهالموضوع؟ شوفي شغلك وبس. يوم الخميس الجاي رح يكون عرس السلطانة خديجة، ما في عنا وقت، لازم من هلأ تبلشوا بالتحضيرات، سامعين؟ لا تتلهوا. لا إله إلا الله، ليش بدهم يعملوا العرس هلأ؟ يستنوا للربيع؟ يعني ليش مستعجلين هيك؟ ما عم بفهم. والله أنا هيك كمان قلت له لمولاي السلطان، قلت له أنا خايف كتير شكري آغا ينزعج منك. مجنون لك، فهمني أنت شو دخلك؟ على كيفك بدك ترتب أمور ومواعيد السلطان؟ خلصني شوف شغلك. مظبوط هالحكي، لو كل واحد بيعمل اللي عليه بيصير القصر جنة. انتبهوا، يلي بده يغلط بشي أو بيتجاوز حدوده أو بيهمل شغله، أنا مستعد حول حياته لجهنم. مرجان أفندي، شو مين مفكر حالك أنت؟ لا تنسى أنك واقف بحضرة سنبل آغا، أنت مالك حكي معنا أبداً، روح شوف شغلك أحسن لك، اتحرك يلا. اسمع، لو كنت مكانك كنت تصرفت بطريقة أحسن، لأنه زمانك خلص انتهى. اليوم أنت هون بس بكرة مو هون. ولك هذا مين مفكر حاله لحتى جاي لهون عم يهددني؟ ارجع يا بني آدم، ارجع لحتى فرجيك شو رح ساوي في شكري. آغا جهزوا الأكل فورا لمولانا السلطان، بالمناسبة مصطفى باشا وضعه مانو منيح وعلى الأغلب مرضه خطير. لا 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 لا، عليه العافية إن شاء الله، بس شو مرضه؟ والله العظيم ما رح مرق لك ياها، وبدي دفعك الثمن غالي. باشا خليك، باشا خليك، خليك مرتاح، عليك العافية. كيف صار وضعه؟ أعراض داء النقرس عم تنتشر وهي واضحة، وشو ما عملنا ما رح يكون في فايدة. من بعد إذنكم خلوني أنا أفحصه كمان. موسى أفندي بعته مولانا السلطان، لا تخافوا إن شاء الله رح يتحسن. موسى أفندي شاطر وإن شاء الله حيكون الشفاء على إيديه. رح نعمل كل شي منقدر عليه. بتبلشوا تعطوه شراب العرعر والانتفاخات بتدهنوها بورق القريس. شو عرفتي شي؟ لا ما حدا حكالي شي، بس السلطانة مانا مريضة، بتوقع انه تكون من فيه. لك شو عم تحكي مريم؟ ليش لا ينفوها؟ ما بعرف والله، بس على الاغلب نصبوا لها فخ لانهم قبل كتير حاولوا. السلطانه خديجه؟ مو بس هي، وفي السلطانه شهرزاد. نحن لازم نلاقي طريقه حتى نرجع السلطانه لهون. لا تستعجلي، بظن هلا صعب نقدر نحكي مع السلطان، القصه بدها شويه وقت.
إذا بدكم بروح أنا لعندها وبفهم منها. شو لا تكون تعودت إنه تهرب من القصر؟ سكوت أنت. خلص خلصنا. أنتوا لازم تضلوا جنب مولاي السلطان. أنا اللي رح روح لعندها. أنتوا شو عم تحكوا مع بعضكم؟ ولا شي، أنا وإخواتك عم نحكي شوي. طيب ماما ليش ما رجعت لهون؟ رح تجي قريبا يا أمير، لا تخاف. خديجة، والله بعرف إنك ما بدك تتزوجي، بس فكري شوي، ما عندك خيار غيره، ما فيك ترفضي قرار السلطان، مين بيقدر يرفض له طلب؟ معك حق. أنا كتير مقدرة وضعك، بس ما فيكي تساوي شي، بالأخص إنه هيام بعدها عايشة لهلأ. كنتي تقولي إنك ما رح تستسلمي لحتى تخليها تشوف الموت 100 مرة بعيونها، مو مزبوط؟ هالزواج صعب علي كتير، الموت أسهل منه يا شهرزاد. أنا مستحيل أقبل خون حب وذكرى المرحوم إبراهيم. شغلي عقلك يا خديجة، خسروا في باشا وزير قبة وهو باشا قوي وله مستقبل كبير، ونحن بكرة رح نستفيد منه كتير لأنه علاقته قوية بالسلطان. أنت شو ما عم تفهمي؟ لك أنا ما فيني كون زوجة حدا تاني، مستحيل. ومين قال لك رح تكوني زوجة؟ انت اسمعي مني ووافقي على الزواج، وصدقيني ما حدا رح يلمسك، ورح فهمه لخسروف باشا انه هذا الزواج على الورق وبس، وهذا وعد مني. حتى ما رح تنامي انت وياه تحت سقف واحد، انت رح ترجعي لهون تعيشي معنا مثل العادة. وكيف رح يقبله؟ شو رح يقول السلطان وخسروف باشا؟ السلطان ما رح يعرف بهالشي، وبالنسبة لخسروف باشا هدول من ايمت لهم كلمة من بعدنا؟ شو بده أكتر من إنه يتزوجك؟ مستحيل يخبي عن السلطان هالشي. اتركي لي هالشغلة علي، انت المهم إنه ما تزعجي السلطان. شوفي يا شهرزاد، لا تلعبي معي بهيك موضوع أبدا. بحلف لك بولادي إنه هذا الشيء اللي رح يصير ما رح يكون زواج حقيقي، ما حدا رح يقدر يغصبك على أي شيء بنو. حضرة الباشا. أوليفيا، كيفك؟ تعودتي على الجو ولا لسه؟ إذا في أي مشكلة أعطيني خبر. لا ابنو باشا، أنا هون كتير مبسوطة، الله يخلي لنا ياكن. أهلين باشا. روحي جيبي لي مبيت. ما بكفي اللي شربته؟ صدقني هالشي ما بينفعك، وضعك معروف وما في أمل منه بنو. انت شو قصدك يا خانم؟ قصدي السلطانة مريم رستم.
فيني افهم شو بدك مني؟ مو احسن ما اكون مثلك ضايع ها؟ كل يلي عم تحاولي تساوي انك تاخدي بيتار ابراهيم باشا مني وبس. انا بس عم حاول ابقى عايشة يا رستم، يعني مثلك تماما. السلطانة هيام قربت نهايتها، واذا ما بدك انه تخسر حياتك هالطريق لازم تغيره. طريقي واضح يا خانم، ولما مشيته ما كان معي حدا ابدا، وانا هلا عم بمشي لوحدي. بابا جهانجير، سامحني يا مولاي ما قدرت امنعه. كيفك؟ طمني عنك. مو منيح بنوب يا بابا. ليش لهلا ماما ما اجت على القصر؟ اشتقت لها كثير ما هيك؟ مولاي السلطان، نفسي صباحي وليلي الدم المتدفق في عروقي، جنتي فرحي وضحكتي، يا ليتهم ربطوني بسلسلة حديدية عند ركبتيك بدل أن يتركوني أتأرجح في هذه الغرفة الخاوية وأتنقل فيها كالتائها. ما هي فائدة الحياة لجاريتك هيام إن كان ليس لديها عين لترى، وليس لديها أذن لتسمع، وليس لديها لسان ليتكلم، ولا يد تلمس يدك؟ وإن كانت أيضاً لن تبصر وجهك المنير، لو كان عندي 1000 روح فهي كلها فداء لك. إنها عقوبة صعبة أن تبعد جاريتك المحبة الفقيرة عن قلبك وروحك وأن تجبرها على العيش بعيداً عنك، ولكن حكمك قد صدر مولاي. ولو استليت سيفك فإن رقبتي ستكون أدق من شعر. مولاي أتوسل إليك أن تشفع لي، وأن لا تعاقبني بسبب خطأ صغير، وأن لا تخرجني من قلبك مهما جرى. بصعوبة أقنعت خديجة يا باشا، بس في شي لازم تحكي فيه أنت وخسروف باشا كمان. أختي خديجة لازم ترجع تعيش عنا هون. مستحيل هالشي يا سلطانة، خسروف باشا رح يصير زوجة، كيف بدي قله؟ ما حلوي بحقي. أنا ما قدرت أقنع خديجة غير هيك. هلأ أكيد منلاقي حل تاني بعد الزواج، مو مشكلة، ولهداك الوقت لازم الباشا يصبر ويستنى. قصدك زواج السلطانة خديجة هاد بس مجرد حبر على ورق؟ يعني مثل وضعنا تماما؟ ما شاء الله. شو يعني يا باشا؟ انت عم تشتكي من زواجنا؟ والله يا سلطانة شهرزاد، لو اني شكيت وجعي لألد عدو لإلي كان تعاطف معي وساعدني لأوصل لحقوقي. والله العظيم أنا تعبت كتير، مو معقول حدا يتحمل يعيش بهذا الوضع. من لما أجينا لهون على اسطنبول ونحن على هذا الوضع، ويبدو أنه ما في شي رح يتغير. وشو مناسبت هالشكوى هلأ؟ هذا الإحساس اللي عم عيشه يا سلطانة، هي هي حياتي. تصبح على خير. ادخل. مولاي اجى رستم باشا. خليه يفوت.
مولاي سامحني بس الموضوع كتير مهم، ولهيك أنا طلبت أني أشوف حضرتكم. قول يا باشا. في خبر من سنجق تكي يا مولاي، لما كنا بالحملة رمموا ترسانت ألانيا بغيابكم وقالوا قريبا رح ترجع تشتغل. لك انت شو عم تحكي يا رستم باشا؟ مين هذا اللي تجاوز حدوده وأمر بترميم الترساني من دون علمي؟ اللي مين بيكون هذا المغفل ورح ياخد جزاؤه؟ سمو الأمير مصطفى يا مولاي، سمو الأمير مصطفى أمرني رمموها وما في عنا معلومات عن هدفه أبدا. ادخل. سمو الأمير، إجا الشيخ حسن أفندي من مانيسا وهو مصر إنه يقابل حضرتكم. خليه يفوت. سمو الأمير، أنا طالب من سموكم المساعدة. خير يا حسن أفندي، احكي لي شو الموضوع؟ قراصنه الكفار سرقوا باخرة. ايه هالشي عندي خبر فيه، وان شاء الله قريبا رح نمسكهم. ابني يا سمو الامير، ابني حسين موجود بالباخرة. القراصنة بعتوا لي خبر انه بدهم 3000 ذهبية مقابل حياة ابني، وانا مستحيل اقدر امن هيك مبلغ يا سمو الامير. الله يخلي لي اياك، حل لي هالموضوع، رجع لي ابني. سلطانة، جهزت لحضرتك مرهم من الزنجبيل والورد، وقبل ما حضرتك تنامي مندهن هالمرهم. مو ضروري رميساء، النوم طاير من عيوني أصلا. سلطانة، شو في جنان؟ إجا مكتوب من العاصمة. المكتوب من السلطانة شهرزاد. عم بتقول بالمكتوب انه هيام نفاها مولانا السلطان على قصر قديرنا واخيرا. مبروك يا سلطانة. جنان روحي خبري المطبخ وخليهم اليوم يعملوا حلو ووزعوا على الكل. الحمد لله، الشكر لك يا ربي لأنك استجبت لدعواتي. لا تقلق حسن أفندي، ابنك رح يرجع على البيت صاغ سليم. الله يبارك فيكم يا سمو الأمير، الله يخليك ويحميك ويطول عمرك. آمين. بعتوا سفينتين حربيتين من ترسانة ألانيا على ميناء أزمير، هالموضوع لازم ينحل بسرعة. سمو الأمير، مو الأفضل نحقق بالحادثة بالأول؟ لشو التحقيق يا تشالي جالي؟ هدول ناس مجرمين، وإجا الوقت اللي صار لازم ننظف فيه البحر الأبيض من وسخهم. ريس خضر، أنت كان في عندك خبر بترميم ترسانة ألانيا من قبل؟ حاشا يا مولاي، أنا هلأ عرفت من حضرتكم. انت هون يا ريس خضر القائد البحري لأسطول الدولة العثمانية، كيف حدا بياخد قرار بترميم هالترسانة البحرية بدون الرجوع لإلك؟ أنا ما كان عندي علم بالموضوع، لأنه عن جديد رجعنا من الحملة، وأنا هلأ رح رد على هذا الشخص ووقفه عند حده. مشكلة الكبيرة هي هون. مصطفى، الأمير مصطفى هو يلي عطى الأوامر، وأنا حذرته له شخصيا وقلت له ممنوع يساوي أي شغلة بدون علمي، أم ما سمع كلامي وكسر كلمتي. شو معناتها يا باشا؟ شو قصده؟ الأمير بده يؤسس أسطول خاص فيه؟ شو ما كانت المسألة يا مولاي السلطان، ما بظن إنه الأمير يساوي هيك شيء. رح روح أفهم شو الموضوع، طبعا إذا سمحتوا لي حضرتكم. سلطانة، حكيت مع رستم باشا مثل ما طلبتي مني.
بس حسب ما فهمت إنه هو مو ناوي يغير طريقه. يصطفل يا فريال، نحن حذرناه بدورنا. بس هددني تهديد علني، قال إنه رح يطلقني بس تجي الفرصة، لأنه في براسه أحلام كبيرة متعلقة بالسلطانة مريم. شو عم بتقولي؟ معقول يكون عم بفكر بالسلطانة؟ هو من زمان عم يفكر بهالشي، وعنده مشاعر قوية تجاه السلطانة. هو لمحلي عن هالشي من قبل، ومبارح ما أنكر. معقول يكون عم يفكر يتزوج من بنت السلطانة الوحيدة؟ والله هيك واضح، والموضوع مو مستحيل يا سلطانة، وبالأخص إذا السلطانة هيام بدها هالشي، ممكن تساوي أي شي مشان يفوت على الديوان. وإذا تم هالزواج، رستم باشا رح يكسب قوة كبيرة، وبعد ما يوصل لفوق مستحيل إنه نقدر ننزله. تعال يا مرشان. سلطانة، التحضيرات لزواج السلطانة خديجة وخسروف باشا صارت جاهزة وكل شي تمام، وإذا الله يسر بكرة رح نكتب كتابهم، ونحن جهزنا لنعمل المساء حفلة هون بالقصر. ممتاز فريال، نحكي بهذا الموضوع أكتر بعد الزواج، لأنه معك حق، لازم إنه نفكر بكل الاحتمالات. مريم بنت أخي الحلوة، كيفة؟ وكيف بدي يكون يعني؟ مثل ما بتعرفي السلطانة بعدوها عن الولادة وخلوها تعيش بالمنفى. لو كنتي بتعرفي شو مساوية ما كنتي حكيتي هيك. أنا بعرف عن خلافاتكم، فلا تحاولي تقنعيني، أنا ما بوثق غير بأمي، بس إن شاء الله رح تظهر الحقيقة قريبا. هالموضوع ما دخلني فيه بنوب يا مريم. ولا يهمك سلطانة، انبسطي قد ما فيكي من هلأ لحتى ترجع السلطانة تحكي ومرحي، لأنه بس ترجع لهون وشك ما بقى رح يضحك. فريال خانوم، أهلا وسهلا فيكي، والله انبسطت كتير بشوفتك. إجا اليوم اللي نطرتي يا سلطانة، إجا اليوم اللي رح تحققي فيه أحلامك. اليوم كتب كتاب السلطانة خديجة أخت مولاي السلطان سليمان على إبراهيم باشا. الله يهنيكن ويبعتلكن السعادة. رح كون جنبك على طول، وأنا ما رح أبعد عنك من هلأ لليل، ما رح أقدر أتنفس لحتى نصير تحت سقف واحد. سلطانة، الكل بانتظارك. أنا مو مصدق اللي عم يصير يا ألفت، حاسة حالي كأنه عايشة بكابوس بشع. بالماضي زوجوكي من واحد ما كان بدك اياه، تعذبت كتير بهداك اليوم، بس بعدين رجع القدر حط بطريقك المرحوم ابراهيم باشا، وعشتي معه الحب يلي كل الناس بتتمنى انها تعيشه، وقبلك انتي مزعوجة وبلا امل. انا متأكدة انه هالكابوس رح يخلص يا سلطانة، صدقيني اكيد هالعذاب رح ينتهي، وثقي بكلامي رح يرجع يجي الربيع ورح يرجع يضحك وشك.
تفضلي، أنا جاهزة. هي هدية زواجك يا إبراهيم. خسروف باشا، غمرتوني بلطفكن وكرمكن يا مولاي. زواجي من السلطانة هو أكبر شرف لإلي. خديجة غالي كتير عندي، بتمنى من رب العالمين إنه تقدر تعيش معك بسعادة وصحة وسلام. الله يهنيكن يا خسروف. آمين مولاي. أنا مستعد إني ضحي بروحي مقابل إنه تكون السلطانة مرتاحة بحياتها معي. خبرني كيف قضيت أيامك ببورصة يا ابني؟ إن شاء الله ما عملت شي مانو منيح مثل ما وعدتني. بابا أنت لا تاكل هم، عم حاول كون الابن اللي بتشوف حالك فيه. إن شاء الله يا ابني، بس أوعك أنك تسود وشي هالمرة، وإلا ما بقى أعتمد عليك بشي أبدا. حضرة السلطانة خديجة. خديجة، أنا رح زوجك من إبراهيم باشا يا خديجة. هاد مانو حلم، ما هيك؟ إذا كان حلم ما بدي فيه. خدني حملني على الجنة اللي وعدتني فيها. أمي اليوم طالعة كتير حلوة. هوري جيهان، عثمان، إياس باشا، طمني شو وضع مصطفى باشا؟ إن شاء الله صحته عم تتحسن. للأسف يا مولاي ما في تحسن. مش يا أفندي فقد الأمل منه. اليوم الصبح رحت زرته يا مولاي وما عم بيقدر يفتح عيونه. للأسف يبدو أنه المرض تمكن منه. نحن كلنا مزعوجين على مصطفى باشا. هذا الزلمة خدم الدولة لسنوات طويلة وكان يعتمد عليه. نطلب من الله انه يشفيه ويعافيه. ان شاء الله ان شاء الله. اياس باشا، خبر موشي افندي ليجي لعندي، بدي اعرف منه حالته الصحيه بالتفصيل. بنطلب من رب العالمين يعطينا الصحه ويرأف بعبيده قبل كل شيء يا مولاي. امين يا ابو سعود افندي، امين. ان شاء الله الف مبروك على رجعه ابنك بالسلامه. ايه يا مولاي، الحمد لله قدر يتعلم ببورصة دروس بالكلام والمنطق من الأستاذ عبد الرحمن. كتير منيح. أحمد شلبي، العاصمة بحاجة لمدرس وعالم مثلك. مولاي أنا كل هدفي يكون عند حسن ظنكم ونال رضا جلالتكم.
سلطانة إن شاء الله تكوني بصحة وعافية. شكرا يا زينب خانم، أنت كيفك؟ عم أدعي لكم بطولة العمر. ممكن أعرف ليش ما إجت السلطانة هيام على العرس؟ إن شاء الله ما يكون في أي مشكلة. سلطانة بقدرنا يا زينب خانم، راحت ترتاح لفترة وراجعة قريبا. زعلت من شان والدتك، إن شاء الله ترجع بالسلامة. ما في شك أبدا، بعد فترة قريبة رح يصير عرس تاني، عرسنا أنا ومأمون أغلو، وباعتبارك رفيقتي بتمنى أنه تشرفينا لأنه هالشي حيساعدني. أسمان روحي من وشي، أنا مو ناقصتك. خير يا أغا، من وين جاي هالمكتوب؟ هالمكتوب جاي من السلطانة هيام، وطلبت سلمه للسلطان باليد. ايه ما في مشكلة، انا بوصل له اياها. ادخل. سلطانة رستم باشا بعت لحضرتكم خبر، قال إنه ما لقى رحيل خانه وإنه كل اللي هنيك هربوا، والخانم التاني لساتها ضايعة. أصلاً لو خبرتيني شي خبر حلو كنت بدي أتفاجأ. السلطانة خديجة اليوم كتبت كتابة على خسروف باشا، وعرسهم رح يكون اليوم. السلطانة شهرزاد عم تستغل فرصة غيابي، وهلأ عم تحاول تدخل على الحرم لك والديوان يا فخرية، وهذا الزواج اليوم هو جزء من الخطة، وكمان رح تستخدم بنتها لحتى توصل لهذا الهدف، وبعدين بتخلي لطفي باشا يصير الوزير الأول، واللي واضح إنه هدفه النهائي إن تساعد مصطفى ليستلم العرش، طبعاً إذا أنا ما وقفتها عند حدها. شو رح تساوي يا سلطانة؟ بعتقد إنه هلأ إجا الوقت اللي لازم يسمع فيه لطفي باشا شوية قصص قديمة. خير إن شاء الله يا خسروف باشا، كأني حسك مزعوج، انزعجت من قصة السلطانة خديجة؟ بس من قبل حكيت هذا شيء أنا وياك يا باشا، وقلت لك إذا السلطانة مو راضياني عن هذا الزواج فقلبي كمان بيكون مانو راضي. يعني شو كان في داعي لهذا الزواج أنا ما بعرف. الله يجعله زواج مبارك يا باشا، لا تنزعج كتير، انت بتعرف كل شي من الاول، هالشي مو سهل على السلطانة ابدا، ومثل ما بتعرف بدها وقت لتتعود، وان شاء الله من هون لوقتها رح تتقربوا من بعض وتشكلوا اسرة ان شاء الله. طيب واذا مولانا السلطان عرف بهذا الوضع شو حيكون المبرر؟ انت ريح بالك يا باشا، انت ما اسأت إلا بشي، لأن بالنهاية السلطانة خديجة هيك بتكون مرتاحة. لك امتى بدها تخلص هالمسخرة؟ ما بقى فيني اتحمل. ما تقلقي، شوي تاني رح نطلع من القصر.
سلطانة مرجان آغا، هذا المكتوب لمولانا من السلطانة هيام. عم تحاول تخدع مولانا السلطان بهذا الكلام. سلطانة عفيفة خانم، شكله في خبر سيء. سلطانة مو مهم، حضروا موكب العروس، ما بصير تتركوا السلطانة تنتظر. فورا يا سلطانة شهرزاد. عفيفة خانم، في شيء انت لازم تكوني عارفة فيه. خديجة هلأ رح تروح قصر ياني بهجة، بس لما تخلص مراسم العرس رح ترجع لهون مرة تانية. بس بجوز يصير هيك يا سلطانة؟ يعني برأيك كيف السلطانة خديجة قبلت بهذا الزواج يا خانم؟ بعدين لا تقلقي، خسروف باشا عنده خبر. خديجة بس تحس حالها صارت جاهزة وقتها الزواج بيتم.